بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذا الفيديو سيتم إيجاد التباين والانحراف المعياري من خلال برنامج الإكسل. مثالنا لدينا مجموعة من المشاهدات، هذا المثال موجود في الدرس الرابع الفقرة التاسعة. عودة له، لدينا مجموعة من المشاهدات، 7 مشاهدات. المطلوب إيجاد التباين. إيجاد التباين علينا إيجاد الوسط الحسابي. الوسط الحسابي لإيجاده هو مجموع المشاهدات على عددهم. هذه المشاهدات مجموعها يتم إيجادها كالتالي: summation auto sum click، ثم تحديد المشاهدات enter. إذا مجموع المشاهدات 43، عدد المشاهدات 7 مشاهدات. الوسط الحسابي، قانون الوسط الحسابي مجموع المشاهدات على عددهم، أي 43/7 لحسابه الوسط الحسابي. كليك عند شريط الصيغة يساوي، كليك على 43 خلية دي 10 تقسيم، كليك على 7 خلية دي 12، فإذا الجواب 6.14 إلى آخره. طريقة ثانية لإيجاد الوسط الحسابي، توجد دالة جاهزة average يتم من خلالها إيجاد الوسط الحسابي. average تحديد البيانات المطلوب إيجاد الوسط الحسابي لها enter 6.143. إذن هذه الطريقة التالية، الطريقة الثانية إيجاد الوسط الحسابي باستخدام دالة جاهزة average، أو حساب كمعادلة المجموع على العدد، المجموع على العدد. طيب هذه بالنسبة للوسط الحسابي. إيجاد التباين يعني x ناقص الوسط الحسابي، لإيجادها نضع عند أول خلية عند صيغة المعادلة شريط الصيغة يساوي أول مشاهدة 1 دي 2 ماينس ناقص الوسط الحسابي F4. هذا أول جواب، هذا أول جواب سالب 5.1 إلى آخره. نفس الطريقة نكمل الباقي لإيجاد الفرق الثاني عند شريط الصيغة يساوي المشاهدة الثانية كليك ماينس الوسط الحسابي انتر رقم 3 يساوي دي 4 ماينس الوسط الحسابي. الوسط الحسابي أريد أن أجعله مرجع ليسهل علي إيجاد البقية، وأعمل سحب نفس الخطوات سحب. إذا هذا الفروقات. الآن نريد إيجاد مربع الفروقات، مربع الفروقات الخانة الأخيرة هي عن صيغة المعادلات يساوي مربع أول رقم كليك تحديده خلية H2 المربع شيفت مع رقم 6 الهات إشارة الهات 2 مربع رقم. تم إيجاد مربع أول رقم بنفس الطريقة، تم السحب وإيجاد البقية مربع باقي الأرقام. الآن مطلوب إيجاد مجموع مربع الفروقات، إيجاد مجموع مربع الفروقات. صدى الجواب هنا summation تحديد مربع الفروقات، مربع الفروقات 94.8. التباين هو مجموع، هذا المجموع مربع الفروقات على N عدد مشاهدات 7، فإذا التباين يساوي المجموع تقسيم 7 13.5555. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، ويتم إيجاده من خلال دالة جاهزة. الدالة فورميلا ماث سكوير روت، الدالة اسم الدالة سكوير روت، سكوير روت لا التباين 3.68. إذن تم توضيح طريقة إيجاد التباين والانحراف المعياري من خلال برنامج الإكسل.